حياكم من جديد مشاهدينا في كل مكان، معنا فقرة الرياضة هذا الصباح ومعنا الزميل الصحفي محمد عوض. محمد صباح الخير، صباح الخير عليكم كيف محمد الحال؟ وحسام، صباح الخير على مشاهدي الشروق. نعم، يمكن مباشرة استئناف عودة النشاط الرياضي. والله طبعا الوزارة بالأمس أصدرت قرار بأنه النشاطات الرياضية في جميع السودان تستأنف. افتكر انه يعني القرار ذاته يعني جه متاخر في الفتره الحاليه، مع انه في دوريات من حولنا انتهت في كل شرق وسط افريقيا، دوريات تقريبا انتهت. مصر القريبه دي خلاص قاربت على الانتهاء. السعوديه الليله تتويج الهلال السعودي ببطوله الدوري. الدوري في تونس فضل له اسبوع. الجزائر الغت الدوري. المغرب خلاص يعني، لكن صراحة يعني لا ما عارف. الاتحاد الأفريقي أكد في آخر مخاطباته للاتحاد السوداني بأنه آخر يوم للأندية المشاركة رفع اسم الأندية المشاركة يوم 15 أكتوبر. وافتكر إنه يعني الدوري حيكون يعني ضاغط جدا للأندية، يعني كونك انك تلعب كله 48 ساعة فدي صعبة شديد يعني. البرمجة الضاغطة ستكون سيدة نعم، الموقف، والتأجيل بكل تأكيد مرفوض. مرفوض بكل تأكيد. يعني المنتخب عنده 3 مباريات، 2 مع تشاد في نهاية الشهر، ومباراة مع أمام تونس يوم 6 أكتوبر. فلازم تلغي المباريات الدولية، ودي برضو ذات سلاح ذو حدين. يعني لعيبة المنتخب لا ما حيكونوا جاهزين لمباراة غانا في نوفمبر المقبل. فبكل تأكيد ده تأثير كبير جدا على لاعبي المنتخب، على لاعبي الدوري. وخلاص يعني نحن حنقول انه الدوري اذا استؤنف في يوم 15 خلاص. بس أندية، بس دايرين 4 أندية فقط يعني. في أندية لحد هسه ما بدأت إعدادها، يعني المريخ حيبدأ يوم غدا الإعداد لمباريات يوم 15، ولحد الآن ما في برمجة طلعت إلى الآن. فغايته في ضبابية كبيرة جدا، في أندية رافضة إنه الدوري يقوم في هذه الأيام. في أندية يعني بكل تأكيد خشت معسكرات الهلال، خش معسكر قبل يومين تقريبا مع لجنته الجديدة. في أندية لحد الآن ما بدأت تدريباتها، والدوري لو بدأ خلاص يعني حيبدأ. يعني بس زي ما تقول إنه يعني المباريات دي بس حتتلعب فقط نظام، يعني بس نتم مباريات الدوري وخلاص يعني. نعم، وفي عندي يعني في مباريات اعداديه والمستويات بصوره عامه متباينه. نعم، بين نعم. الانديه. محمد، نذهب الى الجانب الاخر، النادي الاحمر، المريخ والتصعيد الاداري في استمرار دائما ما بين المسميات المختلفه. الان مجموعه ماديبو ومدثر خيري وتواصل الاستمرار بعد عوده ماديبو. والله المريخ اليامات دي اشتعل، يعني الحرب تشتعل في المريخ بعد ان كانت في الهلال. في انتقلت العدوى، انتقلت العدوى سريعا الى المريخ. بالامس كان في اجتماع مع من مجلس اداره المريخ مع اداره الاتحاد. نعم، السوداني لكره القدم. ماديب هو رافض عوده مدثر خيري الى المكتب التنفيذي الاقالات الفاتت. برضو يعني كان في آثار كبيرة جدا. رئيس النادي برضو واقف مع ماديبو وما دارين مدثر خيري يعود للنادي. مدثر خيري من جامو برضو يعني برضو أعلن الحرب على المريخ، يعني ومع أنه شغال في المريخ وشغال في لجنة تنفيذية للاتحاد، اتحاد كرة القدم، بإصدار عدد من القرارات. فهذه كلها يعني ما بتصب في مصلحة النادي الأحمر. افتكر بانه يعني العقليه الاداريه ذاتها يعني في الفتره الاخيره بقت عقليه يعني فيها مهاترات كثيره جدا.
بتطلع على وسائل التواصل الاجتماعي، ردود في المواقع الرياضية بشكل جارح. نتمنى انه يعني الحاجة دي تقيف لحد هنا، خاصة انه الجمعية العمومية اقتربت يوم 3 اكتوبر القادم لترشيح رئيس جديد، وإلى الآن ما في رئيس جديد يتقدم لرئاسة المريخ. بنسمع في الأسافير، يعني في كلام كثير جدا بأنه يا أخي في عدد من المرشحين جايين لتولي رئاسة هذا النادي، إلى الآن ما في أي. حتى السودكار يعني فيما نعم مضى كان وصل إلى المنصب بالتزكية. نعم بالتزكية، ما في منافس. وربما يعني يأتي هو نفس السوداكار في لرئاسة المريخ المقبلة، لأنه إلى الآن ما في مرشحين. وأفتكر بأنه يعني في حاجات ذات غريبة جدا بتحصل في المريخ في الفترة الماضية. نتمنى نحن يعني يكون في توافق من الجميع، يعني خلاص يعني سوداكال ده رئيس المريخ الناس تتفق عليه. ما دايرين سوداكال يا جماعة يا أخي شوفوا لكم رئيس تاني بيقدر يدفع، بيقدر يسير نادي المريخ، أو خلاص يعني الناس تمشي للجنة تطبيع تانية اللي هي كانت في السابق في الفترات الماضية، زي ناس جمال الواري بيجوا بالتعيين، يعني يستغيلوا ويرجعوا وتاني يستغيلوا ويرجعوا، بيجوا بالتعيين ما بيجوا بمجلس إدارة بأفكار وطموحات جيدة. يعني انا بعتقد بانه يعني في الفتره الاخيره الانديه الاقل من هلال مريخ هي في مساله الانتخابات هي الانجح. الخرطوم الوطني عنده انتخابات جاريه بشكل مميز جدا، بفهم عالي جدا، ناس متفقين على شخصيات معينه. كذلك في نادي حي العرب في شخصيات معينه ناس متفقه على بقود النادي لفترات انتخابية وبديمقراطية حقيقية، عكس هلال مريخ الناديين الكبيرين في السودان وعندهم جماهير كبيرة جدا بيشجعوهم، ودي حاجة غريبة جدا يعني بتحصل في السودان انه ناديين كبيرين زي هلال مريخ بتلقى التشاكس، بتلقى الصراعات كبيرة جدا في الإدارة. فافتكر انه يعني القصه دي يعني لازم تزول، لازم يكون في ديمقراطيه، لازم يكون في افكار جديده للمؤسسات الرياضيه الكبيره، لانه الهلال والمريخ في الفترات الاخيره نوعا ما الهلال بيمشي في البطوله المريخ في البطوله الافريقيه، لكن المريخ متراجع الى الوراء في البطولات الافريقيه. ما بنقول عاد في البطوله العربيه ويصير له دور الاربعه، نعم، لكن في البطولات الافريقيه 3 أو 4 مرات المريخ خرج من الادوار الاولى او الدور التمهيدي، فدي نقطه استفهام كبيره جدا. نعم، قد تكون الاوضاع القانونيه هي سيده الموقف في اجتماع المريخ مع اتحاد الكره. والله طبعا يعني الاتحاد دكتور كمال شداد قال بالامس انه يعني المريخ نعم كسب الشكوى بتاعت شكوى كاس، اوريدي البطوله رجعت للمريخ، لكن برضو يعني قال كلام مهم جدا، قال في الانتخابات نحن دايرين انتخابات حقيقيه، ما دايرين يعني الناس مستجلبين الظواهر السالبه في الفترات الماضيه في المريخ او في الهلال، ما دايرينها تكون، لانه دي صراحه يعني المشروع بتاع هلال مريخ الديمقراطي دي بتجهضه بشكل كبير. لكن افتكر بانه يعني كان لقاء مثمر مع قاده الاتحاد ومع دكتور كمال شداد، برضو يعني تطرق لاموال المريخ الكسبها الشكوى، برضو يعني الاتحاد حيحاول يجزئ لهم في الفترات المقبله. ملف تتويج المريخ ايضا بدوري 2018 قد يكون حاضر من خلال الاجتماع. نعم نعم بكل تاكيد ملف هو يعني الناس انتظرته كثير، لكن صراحه يعني المفترض يعني بعد لا 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 بعد بدايه الدوره الثانيه اول استمرار الدوري يوم 15 يكون في تتويج، او مع نهايه الدوري
تتويج للمريخ وتتويج للفريق الفائز بالبطولة الحالية. نعم، يمكن تجديد العضوية ويعني اكتساب عضوية جديدة خارج جمعية المريخ، رأيك شنو في الموضوع؟ لما طبعا العضوية المستجلبة، العضوية هي طبعا المستجلبة دي مستجلبة. يعني شهدناها في أندية القمة فترة الكاردينال، كان يعني صراحة يعني كانت حاجة يعني للأسف كانت مغززة جدا. شهدنا يعني نساء يعني ما عندهم علاقة بكرة القدم من أحياء طرفية جابوا لي انتخبوا الكاردينال، كويس تصوتوا صوتوا للكاردينال يعني. وبرضه يعني حصلت برضه في المريخ في عضوية مستجلبة كبيرة جدا يعني. أنا بقول لك يعني في هلالات بيجوا يصوتوا لرئيس النادي، برضه دي بيكون دافع لهم قروش يعني واشتروهم يعني. صراحة كده. وفي النادي الآخر برضه من الرخاب بيصوتوا لرئيس الهلال. فللأسف يعني العضوية دي لو ما اتحاربت بوعي جماهيري، وعي جماهيري يعني نحن نجي كلنا في تيم واحد نعمل عضويتنا، ندفع اشتراكاتنا الشهرية كده، نكون ملتزمين بالدفع الشهري وبنصوت لصالح الرئيس البيجي يعني طرح مشروع جيد ونحن مقتنعين به عشان يطور النادي ده. لكن طالما في عضوية مستجلبة فافتكر أندية القمة دي ما حتمشي للأمام وحتحقق بطولات خارجية على مستوى الأفريقي أو العربي، وما عندنا لاعب ذاته بيحترف برا. نعم، نذهب إلى ملف الهلال وبعد استقرار تحديدا الأوضاع المالية صرف المرتبات للاعبين، هل ممكن نقول عاد الاستقرار للهلال؟ والله البداية كويسة كونك أنت تحل المرتبات، تدفع للاعبين بالدولار، الجهاز الفني، التمرينات تعود، المعسكرات تعود، دي حاجة كويسة جدا. لكن صراحة انت بدأت بشكل كويس، لكن اذا حصلت اي الفريق خسر في احدى المباريات الناس هتقلب عليك. نعم، وافتكر انه يعني لا 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 يعني الناس ذاتها يعني تصبر على المجالس الجديدة دي حتى يعني تحقق لنا الطموحات. يعني نحن طموحنا حتى الطموح بتاعت لجنة التطبيع الهلالية هي فترتها قصيرة، لكن خلال 4 شهور مفترض تسجيلات تكون كويسة، جهاز فني يكون على مستوى عالي، يكون في وفرة مالية بشكل جيد حتى يعني يستمر الفريق بشكل جيد في البطولة الأفريقية القادمة. رئيس الهلال أو نادي الهلال هشام الصوبات في تحدي استمرارة خالد طاهر، من يكسب هذا التحدي؟ والله ما غنى عاد بعد، أظهر عنده عروض خارجية والرئيس الجديد هو بحاول يفرض نفسه أو هيبته أيوه سيطرته هيبته إنه يعني يعيد تسجيل اللاعب. نعم، كما فرض على وليد الشعلة برفضه لاحتراف خارجي من نادي شباب الوزداد الجزائري، بيحاول برضه يعني يعيد اللاعب أظهر. لكن أظهر في أكثر من لقاء قال إنه يعني هو مركز على العرض الخارجي بشكل كبير، وأفتكر إنه يعني لا أظهر لو مشى برا أفيد له، فده بشكل بيطور مستواه وبشكل كويس. هو لاعب صغير، لاعب متطور، لاعب يعني من الركائز الأساسية في المنتخب الوطني، لو مشى فريق خارجي مع لعبه مع المنتخب الوطني احتمال والله يظهر نعم. ده يمشي لأندية متقدمة. نستأذنك في هذه اللحظات ونتابع الآن على الهواء مباشرة معنا الصورة من مطار الخرطوم، وصول طائرة من الجسر الجوي المصري للمساعدات، تقديم المساعدات والتواصل الجميل ما بين الشعبين الشقيقين وإخوان وادي النيل، دائما نعم. شعبي النيل الواحد وسط والسودان. هذه طائرة الآن وصلت وهي معنا عبر صباح الشروق إلى مطار الخرطوم من الجسر الجوي، وهي تحمل المساعدات المصرية لتقديم المساهمة المصرية لنا هنا لدرء آثار السيول و
الفيضانات. نعم وزيرة الصحة المصرية هي موجودة في هذه اللحظات، وسيكون هناك مؤتمر صحفي عقب يمكن تسليم هذه السيول والفيضانات. تابعنا يمكن محمد والكل يتفاعل مع هذه الأحداث الأخيرة، حتى الجارة طالما كان هناك تفاعل كبير على المستوى الرياضي، الآن ما يحدث في البلاد يعني الإخوة الأشقاء، نعم مع الإخوة بعضهم. الأشقاء، وهو التفاعل وتقديم المساعدات أيضا. والله حقيقة يعني دي لفتة بارعة جدا من معروفة يعني من قبل جمهورية مصر العربية، واعتقد بانه يعني المساعدات في الفتره الجسر الجوي يعني الى الان 6 طائرات تقريبا ما اكتمل نصف الجسر الجوي، ومشكوره يعني مصر وهنا يظهر على دور هذه. يمكن نعم الاخوه، ويظهر دور العلاقات الدبلوماسيه بين الشعوب بين البلدين، وبتوجيه يمكن من الرئيس عبد الفتاح السيسي انه تكون في جسر جوي للسودان، والسودان برضه هو يعني عنده علاقات الممتدة الأزلية مع الجارة والشقيقة مصر العزيزة. نعم بكل تأكيد، وكنا بنتكلم عن أطهر برضو يعني بنقول إنه يعني أغلب العروض بتاعت أطهر من أندية مصرية، من مصر من نادي سموحة، من نادي وادي دجلة، فأعتقد بأنه اللاعب ده لو مشى للاحتراف الخارجي والله أفضل له بكل تأكيد. طيب يعني في نقطة تحديدا نواصل في الاحتراف الخارجي للاعبين، ترفض الإدارة. شاهدنا مثال يمكن سابق أو مثال تاريخي لكاريكا، الآن أطهر والشعلة، ربما يفضل اللاعب للاحتراف، هو طموح مشروع له، طموح أيضا مشروع للنادي أنه يحافظ على نجمه لأنه عنده هدف استجلاب بطولة خارجية. والله أنا أفتكر بأنه يعني الرفض الأخير بتاع وليد الشعلة، نادي البلوزات لوليد الشعلة من قبل إدارة نادي الهلال، والله ده بيحطم معنويات اللاعب، يعني اللاعب ده ما بيقدر يديك تاني في الموسم الجديد المخزون بتاعه الجيد، يعني حتى لو أعرت اللاعب للدوري الجزائري، الدوري الجزائري معروف دوري قوي جدا، دوري متميز من الدوريات القوية، محمد عبد الرحمن عمل سمعه كويسه جدا في نادي برج بعرج في البطوله العراقيه الجزائريه، ايضا عندنا عدد من اللاعبين يعني ثاني حيجوا البطوله الجزائريه، فاعتقد بانه لو اطلقت اللاعب ده لنادي بلوزداد، خاصه انه وليد الشعله لاعب صغير مواليد 94، فوليد مع امكانياته المهوله مع التدريب الكويس هناك ممكن يعني يلقى مساحة أكبر، ممكن يمشي لأندية ربما ذهب للدوري الفرنسي أو البرتغالي، حتى لو لعب في الدرجة الثانية هو مكسب كبير جدا. فنحن إدارات أنديتنا للأسف بتتخوف من الجماهير، يعني أنت خلاص يعني لو المريخ ما أطلق محمد عبد الرحمن قبل كده يعني الحصل شنو يعني؟ ما خسر حاجة كويس؟ شيبوب مشى الدوري التنزاني والان هو والان مع عقد مبدئي مع شباب قسطنطين الجزائري. نعم بالعكس ده مكسب كبير جدا للاعب، ومكسب لسمعه اللاعب السوداني يا جماعه، عندنا فرق طاقه اتفتحت في الجزائر، الناس لازم تستغلها. هسه الان شيبوب ماشي شباب قسطنطينه، نعم. وليد الشعله لو إدارة الهلال كانت لغته أو إعارته لنادي بلوزداد كان حيعمل لنا سمعة كبيرة جدا للاعب السوداني محمد عبد الرحمن، كتر خيره يعني اجتهد وعمل مباريات على مستوى عالي وسجل أهداف في أندية لها سمعتها في اتحاد العاصمة في أقصيطيف في الدوري الجزائري مع نادي برج بعريج، يعني اعتقد بانه يعني الحاجات دي كلها بتفتح لك باب انت لازم تستغله، اي لاعب داير نادي جزائري طوال تطلق سراحه، تمام. ده من اجل تطوير اللاعب ومن اجل تقويه المنتخب الوطني. نعم يمكن يا محمد عوض، نادي الهلال ربما يكون الان في استقرار في اوضاع النادي، نحن عايزين نتكلم حول ملف العضويه في الهلال، هل هو خطر قادم؟ والله طبعا هو صراحة يعني حيكون في تنافس، الكاردينال حيجي تاني بشكل جديد كويس، البيرير برضو والكوارتي
برضو عندهم يعني خطة بأنهم جايين بشكل آخر، لكن زي ما قلنا إنه العضوية المستجلبة. يا أخي أندية زي هلال مريخ، يعني لو قلنا مناصفة، نادي الهلال عنده 20 مليون ونادي المريخ عنده 20 مليون مشجع، بتلقى الأندية دي المشجعين بتاعينها أول الناس اللي بينالوا العضوية نعم بتلقاهم ما تامين 100 ألف، بتلقاهم 15 ألف، 26 ألف بالكثير، أو نعم دي زادة كثيرة والله خمسين صراحة، ألف نعم كثيرة كثيرة يعني، نعم بنقول 10 ألف يعني. تخيل يعني أندية جماهيرية زي دي يعني لا 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 أعضاء يكون غليلين، وعشان كده بيعملوا الجمع العضوية المستجدة. هو ملف الخطر الكبير ده نعم السرطان على أندية هلال المريخ. نعم الملف العضوية يحتاج أن ننظر فيه باحترافية أكبر نعم ونتعامل كما تتعامل الأندية. زمن الفقرة يعني تكامل، لكن على عجالة منتخبنا الوطني والإعداد، موضوع مباريات تشاد، مباراتين المعسكر في تونس، إمكانية قيادة فيلود لمنتخبنا الوطني بطريقة أكثر احترافية، والكل يأمل أن المنتخب يمضي إلى الأمام. والله يا أخي الدوري لو بدأ 15 9 48 ساعة مباريات، نعم ده وإعداد للمنتخب، مباريات مع تشاد وتونس تونس. ده بأثر على المنتخب سلب أم إيجاب؟ سلبا بشكل كبير، لأنه الناحية الفيزيولوجية للاعب السوداني منتهية بشكل كبير جدا، ودي قال المدرب يعني ما صرح بها بشكل كبير، لكن قال انه يعني هو بعد مشى فرنسا الاعداد الاول ما كان كويس، اعداد لمدة 10 يوم مع خالد بخيت، ثاني عمل لهم اعداد جديد كوبرتس لكل اللاعبين يعني، فتخيل مع ضغط نعم المباريات، مع ضغط المباريات المحلية نعم والمباريات الدولية، فاعتقد بانه يعني دي حتأثر بشكل كبير جدا في مباراتي غانا، نعم منتخب الغاني الكبير اللي عنده محترفين على مستوى عالي في القارة الأوروبية. نعم شكرا نعم جزيلا شكرا محمد عوض، شكرا سعيد بك، جزيلا. شكرا جزيلا.